طاجن رز معمر بالسمان. يعني النهارده في دلع، وانا هنعمل النهارده الطاجن بطريقه جميله وحديثه وحلوه. انا من النوع اللي بحب يعني 100,000 واحد و100 واحنا عملنا 100 مره وبتاع، بس نجدد بقى ونغير. نجدد ونغير. قبل كل شيء طبعا السمان بتاعي ده لازم احطه في الخل لمده على الاقل لمده ساعه. انا غسله وحطه في الخل، بس لازم اعمل تاني كده قدامكم. ليه بقى يا سيدي؟ لان السمان ده زفر، لان بيعيش على البحور وبياكل اسماك، يعني بياكل بحريات، فلازم يبقى فيه نوع من الزفاره. نشيل الزفاره ازاي دي يا عم الحاج شريف؟ حبه ملح وحبه خل، بنسيبهم فيه كده لمده ساعه. انا غسله وعامله، بس بوريكم انا بعمل ايه قبل كده. اهو عندي سمنتين، يعني سمنه على اتنين، يعني مش اصل انا دايما بحب اتكلم باللون دي. ادي حته سمنه للرز كده، وانزل بالرز عليها على طول، وادي حته سمنه للسمان، وانزل برضو بالبصل على طول. الرز معمر احنا كنا حاضينه في الفلاحين، بنعمله بطريقه حلوه قوي كده. حته سمنه تاني كده عشان الرز بتاعي يطلع مبسوط وشبعان سمنه. يبقى هنا حطينا سمنه. الاول كنا بنجيب السمنه البلدي دي او الزبده، ونحط عليها السكر زي كده، وادي كمان مكعب مرق، وادي الملح كنا بنحطه وندعك، نفضل ندعك فيها بالزبده. ادي حبه الملح، لكن النهارده في العصر الحالي بنعمل تغيير في المطبخ. خلي بالكو في حاجات ليها طقوس كده معينة ما بنتنازلش عنها. وادي شوية مية صغيرين مش كتير اهو، خد بالك بس معايا كده عامل مخرج. ليه بقى حبة المية دول؟ وادي اللبن بتاعي كلهم مش مشكلة، أنا عايزه معجن بس هيطلع برضه مفلفل أهو. أهو كده البهارات بتاعتي أهي. نعم يا فندم. جوزة الطيب، ثوم بودر وبصل بودر، واذكر الله وصلى على النبي. وادي بقى ايه؟ سم ووتر اهو. السمان يا جماعه على فكره ما بياخدش وقت كتير في السوى، طالما رجليه اتكشفت كده كده. بعد الرز بتاعي ما كملش سواه، يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. ادي الكريمه اللباني بتاعتي، عايزكم تتخيلوا الموقف ده.
وادي كمان حبه قشطه اهي.